تم تتويج المغرب خلال الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو هذه السنة تحت شعار الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة. وفاز المغرب كما تم الإعلان عن ذلك في ختام الدورة على جائزة في صنف موصول أقل من 12 سنة عبر الطالب بدر الصنهاجي. وفي هذا الإطار أكد الأستاذ محمد الصنهاجي المشرف على فريق الإبداع الذي ينتمي إليه الطالب أن المشاركة في مسابقة الأليكسو للبرمجة كانت بمشروع حول المدينة الصديقة للبيئة.